نجوم هوليود أطباق الطهي الشهير وولفجانج باك بعد انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار في لوس أنجلس، وستكون المأدبة عامرة بأشكال متنوعة من الطعام. وكشف الطاهي الشهير الذي يعد مأدبته 24 لحفل جوائز الأوسكار عن قائمة الطعام المميزة والتي يستعين فيها بنحو 13.6 كيلوغرام من مسحوق الذهب القابل للأكل الاحتفائي بحوالي 1500 ضيف من كبار النجوم والفائزين بجوائز الأوسكار. قال مكتب الأمير هاري إن حفيد ملكة بريطانيا وخطيبته ميغان ماركل سيدعوان أكثر من 2500 من عامة الشعب للمشاركة في احتفالات زفافهما، وسيقام الزفاف في قلعة وينسور في 19 من مايو المقبل في حفل ضخم يحظى باهتمام عالمي كبير، وسيشمل المدعوون شخصيات من جمعيات خيرية لها صلة بالعروسين وتلاميذ مدارس محلية و2200 شخص من أنحاء البلاد اختيروا من خلفيات وأعمار مختلفة.